المبادرة هذه قمنا بها وسميناها من أجلك بنغازي. ليش من أجلك بنغازي؟ لجنة بنغازي تستحق منا يا محمد الكثير. بنغازي هلها عانوا واجد، بنغازي فيها نازحين، بنغازي فيها مهجرين، بنغازي فيها شهداء واجد، كل حوش فيه شهيد وكل شارع فيه شهيد. فما نحن ما نساعدوش وما نبقوش حتى نحن تجار حروب ونستغلوا الفرصة في بنغازي. فقمنا بالمبادرة هذه، جبنا من حوالي من 25 إلى 30 ألف راس. السعي هذا جاي من رومانيا، ينزل في ميناء طبرق. قمنا بفتح المجال بالشيكات المصدقة من جميع مصارف بنغازي. أي مواطن يجيب شيك مصدق كأنه ما دفلوس، حتى نبو نساهمه في حل السيولة. وراعى الموضوع هذا مصرف الوحدة، أعطانا موظفين والله من الساعة 8 في الصبح إلى 8 في الليل، وممكن تروح حتى أنت تشوفه مدير معهم حتى لقاء أحدهم. كان المصرف الوحدة وإدارة مصرف الوحدة صراحة الأستاذ مرعي البراسي قعدنا معه، قلنا له نحن ما عندناش يعني في حسابات المصرف، قال ما تعطوش أي هم، جميع الشيكات نتاعكم تخش في حساباتكم باي ولا، بس نبو وقفة مع بعضنا. لقيت صلاح ويدي، شيلوا بعضنا شيلوا بعضنا. لقيت صلاح ويدي حتى هو مقصر، أي دوريات تنظيمية ودوريات يعني بصراحة تنظم في حركة السير للناس من الصبح. فحتى عملية 300 دينار هذه، والله يا محمد ما فرض علينا واحد ولا تسمع من حد يقول لك راي جهة معينة قالت لنا بيعوا، بالعكس واجبنا نحو بنغازي. نحن درنا السنة ما نبوش مكسب، ما نبوش ربح، ربحنا حاجة واحدة، سعادة أهل بنغازي وسعادة الطفل في بنغازي إنه ينبسط وإنه فيها العيد يفرح زي أطفال العالم الآخر باي ولا لا. وإن شاء الله ربي يفرج على مدينتنا يا محمد إن شاء الله. من بالنسبة لعدد الأضاحي اللي نازل عندكم السنة أو الموسم هذا، كم رأس تقريبا؟ والله في الحدود هيك ما تقارب من 25 30 ألف رأس. يعني داخل من بنغازي وضواحيها مش حيستحق إنه مثلا يسلف بشخص أضحية وطنية. ونحن نطمن أهل بنغازي إن الأعداد والله راهي واجدة، وإن شاء الله لعند يوم الكبيرة والأضاحي موجودة. وما ارتكزناش على بنغازي بس، راه قبلنا شيكات من جردينا، من سلوق، من العقورية، من قمين، من الأبيار، من هني، أي واحد يجيب شيك مصدق من ضواحي بنغازي ياخذ بي ولا لا. فبصراحة إن شاء الله نقول العدد يكفي، وإن شاء الله ربي يكون في عون عرب بنغازي ونص. ربي يخليك معكم. حاليا الأضاحي موجات عندنا هنا يوميا ينزلنا في مجموعة جديدة، ولا هي مجموعة مثلا جات عندكم وخلاص؟ حاليا تو نشوفنا وياه، كان السيارات قدامك تنزل تو، نحن عندنا باخرة تنزل اليوم في طبرق بي ولا لا. السعي هذا ما تشوفه رب اللون هذا والنظافة هذاي، أو إن شاء الله حتشوفه السيارات نزلا قدامك يدخل على مغسلة، شباب قيمين بالغسل، حتى يعني أنت عارف اللي بين يحبوا الضحية النظيفة والليقة السمحة يعني هذه حرفتنا. حتى زمان ما حشال عين محترم ملاكي المشاهدين بأنا كانت تجينا تقدم مغبرة وحشاك ومصخة وصودة محمد، إحنا الحرفة هذه لنا فيها أبا على جدا فيها. فالموضوع حتشوف قدامك شنو شكل السعي توه هو نظيف، وشنو شكله هو كيف نازل، كيف جاء وكيف قاعد، جاء وكيف قاعد قبله وبعده. تي مش ناقص الاستشوار بس، المواطن عنده غير يذبح ويشوي، هذه هي بس. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله العيد هذا عيد مبارك على بنغازي، ان شاء الله ربي يفرج على عربها، وان شاء الله النصر قريب ان شاء الله. يا رب يعطيك والله اكبر من الحمد.